صباح الخير جايز، كيفكم اليوم؟ رح نعمل لانش بوكسي معكم. اول اشي هنا جبت التوست، منحط الجبنة ومنحط تركي ومنحط كمان مرة جبنة. وهلأ خس نسكرها. طيب هالقطع كمان شيء ان وين سندوتشتنا صار جاهزة. هاي اللانش بوكس هلا نفتحه. السندوتش اول اشي هون حطيت جزر وخيار. هلا نحط العلبة. هحط الراء. تفاح. وهيك صار شكلها. تذكرها. حطينا العلبة وهاي الدونة. أفضل حقلها لأنه ما إلها سبيس هنا لأني حقلها هلا. أنا بقرب نوصل فأنا سكرت الأباجور عشان هيك. رح نحط هاي اسمه الجبنة ويلا نسكر اللعبة. يلا باي جايز. Bye.